طب إيه تأثير غياب محمد صلاح أستاذ طلال؟ لأن طبعا حضرتك عارف من وقت المؤتمر الصحفي أول امبارح اللي تم الإعلان فيه إن محمد صلاح هيروح ليفربول وهيتعالج هناك، وبعد كده لو تأهلنا للمرحلة الأخيرة النهائية هيكون موجود. إيه حسيت بغياب صلاح امبارح في الملعب، تأثير عدم وجوده في المباريات الجاية من وجهة نظر حضرتك إيه؟ هو يعني غياب صلاح طبعا حاجة سلبية لمنتخب مصر، حاجة محدش يقدر ينكرها. بصراحة نجم كبير، لعيب اتصاب، اي نعم اللي حصل في الأحداث اللي حصلت قبل المباراة كاب فيردي أثرت بشكل كبير برضو جدا، حصلت زي برجلة كده في الأجواء. صحيح، واتحاد الكورة ما أعلنش الأول، ليفربول عرفنا منه الخبر، بعد كده اتحاد الكورة اتكلم بعد كده رامي عباس الوكيل بتاع محمد صلاح هو اللي طلع كشف القصة كلها، قال لك يا جماعة الإصابة اللي أنتوا قلتوه ده غلط، اللعيب مش هيلعب 10 أيام، ده هيغيب من 21 ل 28 يوم. صحيح. فده معناه بنسبة كبيرة اللي خلاص راح اوت البطوله ديت بنسبه كبيره، مش يعني هو بيتكلم كمان اللي هو ايه، هو راجع ليفربول عشان خاطر اللي هو يكثف العلاج بتاعه ويكثف التاهيل، بحيث ان شاء الله لو منتخب مصر كمل يقدر يرجع تاني مع للمنتخب. بس ده بنسبه كبيره هيبقى صعب، يعني خلينا برضو نكون منطقيين، احنا ما نعملش حسابنا او الجهاز الفني اللي محمد صلاح هيبقى موجود. حتى يعني ان شاء الله ربنا يكرم ونوصل النهائي ومحمد صلاح يرجع كقائد للمنتخب، يبقى موجود، يبقى له دور كبير. لكن هو حتى كان بيؤذي المنتخب امبارح في المدرجات وكان شكله يعني متاثر، كان باين جدا تاثير جدا، يعني اللي هو زينا كلنا، زينا كلنا، وكان خلاص يعني عمال يدعي يا رب، يعني في التفاعل كان كبير جدا. حتى بيشوف الفيديو الفار، الحكم بيشوفه، الحكم بيقول لك اهو ما فيش حاجه بالظبط. غياب محمد صلاح طبعا هيأثر، مش هننكر حاجه زي كده. المنتخب، هل شكل المنتخب هل يتأثر بأداء محمد؟ لا، هنتأثر طبعا، يعني مش هنقدر ننكرها، يتأثر للأفضل. هو ده بقى اللي المفروض الجهاز الفني يشتغل عليه، اللي أنا إزاي أستغل غياب لعيب نجم بتاعي زي محمد صلاح، اللي أنا أدي بقية النجوم التانيين اللي موجودين في المنتخب فرصتهم، واللي أنا أحفزهم وأنا أشتغل معاهم نفسي، نثق فيهم، اللي دي فرصتكم، اللي أنتوا، إحنا كنا يا جماعة الناس بتقول إحنا منتخب صلاح، لا إحنا أهو إحنا هنلعب من غير محمد صلاح. محمد صلاح النجم بتاعنا، قائد المنتخب، أبرز نجم في البطولة كلها. صحيح. هتلعب دلوقتي من غيره، فده دوركم اللي انتوا تاكدوا لا المنتخب مصر فيه نجوم كتير، لعيبه لازم تانية اللي هي تستغل الفرصه اللي انت شايف بشكل افضل، لا اللي احنا قادرين نشيل منتخب مصر. الطريقه امبارح اللي هو لعب بيها انا شايف اللي هي كويسه جدا في غياب محمد صلاح، يكمل بيها يعني؟ يكمل بيها بنفس الشكل بنفس اللعيبه بنفس حتى يعني ايه نفس التبديلات، انت معاك بديل كويس جدا زي تريزيجيه بينزل في الشوط الثاني او بينزل في اي وقت في المباراه، بيقلب النتيجه، بيعمل لك الفارق اللي انت بتبقى محتاجه. هو يكمل بالشكل ده. يمكن في ممكن حاجات ايه بسيطه نعملها، زي مثلا ان هو ايه، هو ممكن يشتغل شويه في خط الدفاع. ان احمد حجازي مش في افضل حالاته، احنا هنقابل منتخبات اقوى واصعب، وفي الادوار اقصاء بقى، مفيش تجميع ادوار اقصائيه، اهم حاجه بقى دفاعك في افضل حالاته. صحيح. كمان برضو يعني ايه امبارح بنسبه كبيره برضو محمد الشناوي مش هيقدر يكمل البطوله، سند اصابه في الكتف لسه، كمان هيعمل اشعه، هيعمل اشعه ولا هو خلع في الكتف اتاكدت، هيبقى خلاص يبقى محمد الشناوي برضو للاسف مش هيقدر يكمل معانا. ربنا يوفق يا رب منتخبنا. اخيرا وسريعا استاذ طلال، نسبه كام في المية عندنا فرصه نحصد اللقب الثامن ان شاء الله؟ هو ان شاء الله باذن الله ناخدها خطوه خطوه، ان شاء الله باذن الله هنعدي لو بنسبه كبيره بين جمهوريه الكونغو، هنعدي المجموعه برضو في دور الثمانيه، هيبقى برضو ان شاء الله قدامنا مواجهه سهله مش صعبه، بعيده عن المنتخبات ان شاء الله الكبيره. وبنسبه كبيره على الاقل حاجه منتخب مصر باذن الله هيبقى موجود في نص النهائي، وبعدها هنتكلم ونشوف في قصه النهائي باذن الله ربنا.